دور الخليج العربي، ثم ندخل إلى تفاصيل الجولة الجديدة التي سيكون فرسان الرهان قد قطعوا بعدها ربع المشوار الطويل والمثير. لو بحثنا عن العنوان الأفضل لما جرى في خامس جولات دوري الخليج العربي فلن نجد أفضل وأوقع من هذا العنوان. الأهلي يواصل خدمة نفسه والآخرون يواصلون خدمته. الفرسان الحمر المتربعين على قمة الترتيب منذ الجولة الثانية دخلوا هذه المحطة آملين تأمين الصدارة التي اقترب منها الشباب وبرياس، والمهمة في ظاهرها شبه سهلة، حيث سيلاقي فريق الإمارات الذي جاء حاملاً 3 خسائر متتالية وليس هناك ما يمنع من تلقيه الرابعة. ويبدو أن كوزمين مدرب الفرسان كان يفكر في لقاء السماوي بالجولة السادسة أكثر من تفكيره في لقاء الصقور، فوضع عدداً من الأساسيين على دكة الاحتياط، لكنه بدأ بقوته الهجومية الضاربة تحسباً للمفاجآت التي أتت بالفعل عندما تمكن البرازيلي هنريكي اللاعب الإمارات من تسجيل الهدف الأول في الشباك الحمراء التي لم تهتز إلا مرة واحدة منذ بدء المسابقة. لكن البلدوزر جرافيتي يتدخل ويصحح الأمور قبل نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني دخل الفارس الأحمر باحثا عن الفوز والنقاط 3، وبالفعل يخطف خيمينيز كرة ارتدت من الحارس الإماراتي عبد الله موسى ليضعها في الشباك معلنا تقدم فريقه الذي لم يدم طويلا، حيث أعاد هيريرا الإمارات المباراة لنقطة الصفر بالتعادل بهدفين، وهو السيناريو الذي استمر حتى الدقيقة 86. لكن سياو يهرب من رقابة دفاع الصقور ويحود الكرة برأسه وبكل ارتياح في المرمى، مؤكدا أن الأحمر التلميذ النجيب لا يقبل بغير العلامة الكاملة في كل الاختبارات التي دخلها في دورينا حتى الآن. ولا مانع من تأكيد الفوز بهدف رابع للرائع جرافيتي، وسبحان مغير الأحوال للهجوم الأحمر الذي سجل 6 أهداف فقط في 4 مباريات. الفارس المتصدر يخدم نفسه إذن ويصل إلى النقطة 15، ولا تسألوه عن المستوى والأداء. مع الكابتن زهير بخيت في هذا المكان، هذا هو ترتيب الفرق. بزهرة حبيبي شوف الترتيب، فرق الأهلي ب 15 وأقرب واحد عنده 9 نقاط، يعني فرق 6 نقاط عن بقية الملاحقين. شو رأيك؟ الأهلي يخدم نفسه بنفسه ويقول لك واثق الخطوة يمشي ملكا، لأن الحين الأهلي ما شاء الله يعني متفوقين على فكرة. أول مرة أسمع حد يقول بيت الشعر صح، واثق الخطوة يمشي ملكا. في ناس كثيرة تقول ملكا، هي مش ملكا. كيشو واثق الخطوة يمشي ملكا، نجلبها شعر اليوم يعني؟ لا لا بس أنت قلتها صح. شكرا يعني. بس شو أنت الحين شو تانس؟ الحمد لله بخير. ترى يا جماعة هيثم اليوم خير، لازم تعذرونا إذا يعني ما تكلم وايد ولا ما ولا ما ابتسم. كمل. فأقول لك فريق الأهلي أخوي هيثم الكل يخدمه، والأهلي يخدم نفسه لأنه يأخذ 3 نقاط ويمشي. بس مباراتهم الجاية مع نتكلم عنها، مباراتهم الجاية مع بنياس مباراة بتكون مهمة للأهلي. إذا الأهلي فاز على بنياس، المباراة على ملعب بنياس بتكون مباراة صعبة زين. أعتقد على فريق الأهلي ما وقفوا لاعب بنياس. لا أمس كنا مع معتز لما تكلم على الحادثة هذه مع اللاعب، ما أعرف عنه شيء يعني، أنا ما عندي خبر عنه. أعتقد بيلعب لاعب بنياس. والله لاعب بنياس إذا لعب مكسب للدوري يا أخي، سعره مرتفع توقفه. في سؤال بدري عليه شوي لكن يعني ممكن حد يتكلم فيه الحين، الأهلي ممكن يحسم الدوري بكر شوية قبل الكل؟ لا هذا دوري الإمارات تو الناس تو الناس قاعده. العام العين كان فارق عن أقرب منافس ب 15 نقطة ولحق الأهلي، لحق العين يلين المباراة اللي كانت على استاد راشد. لو فاز فيها العين كان بيغلص الفارق. أوكي. دوري الإمارات ما تقدر تحكم عليه من الحين.
العكس عاد في بقية الأندية، عندك الفارق بين الشباب الثاني تخيل والوصل العاشر 3 نقاط بس، يعني الدوري الجدول صار الأهلي بروحه 15، وصار عندك الشباب من الثاني لين العاشر اللي 9 واللي 6 نقاط. أخوي هيثم في ديربيات كثيرة، يعني وايد ديربيات، الأهلي عندي الشباب، عندي الوصل، عندي من العين. من ينافس الأهلي؟ من تحس إنه بينافس الأهلي هالسنة؟ لين الحين الأهلي ينافس الأهلي بس الأهلي ينافس نفسه الحين. إيه لكن في المستقبل منو تشوف على معطيات المستويات اللي شفتها؟ أنا والله أشوف فريق الوحدة فريق ممتاز السنة. فريق بنياس إذا فاز على الأهلي بيرجع للدوري. في اعتقادي بنياس والوحدة والعين عندهم مدرب يقدر يردهم للبطولة. أوكي الحين كابتن تكلم عن الأهلي بعد ما أقنع يعني صح مرة ثانية ونفس الجملة عدناها في الحلقة اللي طافت. أنت تقول لي وكل الناس يقولون الأهلي ما أقنع وأنا وياك صح؟ بس يا أخي حتى مبارات ما أقنع. أوكي بس الأهلي الحين كم من مباراة لعب؟ 5 مباريات. قاعد يوفر جهده حق المباراة الكبيرة. ما في شيء اسمه يوفر جهده. هو الحين هذا هو مستوى، كيف يوفر جهده؟ هذا مستوى الأهلي. لين الحين هم هذا هم معقولة الحين فريق الأهلي بيدخل مباريات بيأدي أداء يعني بينزل من الرتم؟ هم يحاولون يرفعون من الرتم، والدليل أنهم مباراة الإمارات في الدقيقة 84 يابو الجول الثالث. مسؤولية منه الأربعة. شو معنى شو معنات هذا؟ معنات إن الفريق يبغى يفوز بس على دبي فازوا في آخر دقيقة. على الوحدة نفس الشيء. أبو زهرة حبيبي مسؤولية منه الأربعة أهداف. منو زهرة هاي؟ أبو زهرة. أوكي. اليوم طوف لي كابتن طوف لي. حاضرين. قاعد نشوف الأهداف أنا وأنت الحين. أوه نبيل مدلعنا اليوم والله مسوي ويندو وحركات دلعنك نبيلة. هي بس ما يسمعنا. هدروم قال لك بعد يعني يبي يدلعك زيادة. زين. الأربع أهداف اللي دشن على الإمارات مسؤولية منه؟ يعني كيف فريق تم صامد لين الدقيقة 84 وفجأة كأنه يعني مصباح وانفرط عقده يعني؟ بس تعرف فريق الأهلي فريق بطل وفريق متصدر. خلونا من الشعب والشباب نبيل بعدين بنتكلم فيها، رجعوا لي على الأهلي. أوكي زين. فريق بطل فريق متصدر فطبعا أكيد لين آخر دقيقة من المباراة وكل المباريات اللي يلعبها. في شو غلط الإمارات كابتن؟ أنا ما تابعت المباراة صراحة. ما تابعت المباراة بس أنا أتكلم إن فريق بطل فريق الأهلي والإمارات. أنا حتى اللي سألناهم قبل المباراة قالوا يمكن تكون نتيجة إيجابية للإمارات بتكون سلبية للأهلي. زين بس تفوق الأهلي وفاز الديربي الكبير.